السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم تتمة ديال سلسلة تمارين دائمة في مادة الرياضيات بخصوص المستوى السادس ابتدائي، واليوم غادي نديرو تمارين دائمة في مجال الهندسة. إن شاء الله عندي جوج ديال التمارين اللي هما بسيطين بزاف وفيهم غادي ندرسو مجال الهندسة. إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بك. اذا تمارين دائمه في مجال الهندسه خصوص ماده الرياضيات السادس ابتدائي، عندي هنايا جوج الانشطه بسيطين بزاف، تبعوا معايا باش فهموهم. اذا يمثل الشكل جانبه تصميما لمدرسه، اذا هنا الشكل هذا كيمثل لنا بحال واحد المدرسه، صافي هذا تصميم ديال المدرسه. القاعات والاداره شكلها مستطيل، اذا القاعات ها هما القاعات، عندنا ربعه ديال القاعات، والاداره شكلهم مستطيل، اذا عندهم طول وعندهم عرض، ها كما كتلاحظوا هنا 6 متر وهنا 8 متر، اذا جميع القاعات عندهم نفس الابعاد. بالنسبه للاداره هي مستطيله الشكل لكن طولها 6 متر ولكن عرضها 4 متر فقط. اذا القاعات الاربعه لها نفس الابعاد، اذا القاعات الاربعه عندهم نفس الابعاد، يعني كلهم عندهم في الطول 8 متر وفي العرض 6 متر، صافي. السؤال الاول، احسب محيط المدرسه. ده المحيط ديال المدرسه هو اللي غادي نحسب، ده المحيط ديال المدرسه بطبيعه الحال خصني نكون عارف الابعاد كلهم. ده المحيط ديال المدرسه وما يحيط بالمدرسه، نعاود نلون هذا، اذا هذا ما يحيط بالمدرسه هو هذا، ندورو كامل المدرسه كامله، هذا هو المحيط المدرسه، يعني ما يحيط بالمدرسه. نحاول ندور بهاد الزروقة هادي المدرسة كلها باش نعرفو هذا هو المحيط، هذا هو المحيط ديال المدرسة. إذا دابا خصنا نعرفو الأبعاد ديالهم، إذا هنا عندي 8 متر، هنا عندي 6 متر، إذا هنا عندي شحال خصو يكون؟ لأن عندي نفس الأبعاد، إذا 6 متر، وهنا كذلك 6 متر، هنا كذلك 6 متر، إذا كانت هذه 8 متر كذلك هنايا 8 متر. مزيان، إذا هنا عندي 14 متر، هنا عندي 22 متر، هنا عندي 4 ديال المتر، هنا عندي 6 متر، وهنايا ما عنديش شنو؟ شحال؟ 4 متر. مزيان، حنا عرفنا الأبعاد كلهم، عرفنا الأبعاد كلهم، مزيان، إذا غنحسبو، بي يساوي، إذا المحيط يساوي بي، بي يساوي 6، نبداو من هنا ولا نبداو من هنا؟ نبداو من هنا، 8 متر زائد ماذا؟ زائد 6 متر زائد 6 متر زائد 6 متر زائد 6 متر زائد 8 متر. نوضع 8 زائد ماذا؟ زائد 14 متر زائد 22 متر زائد 4 متر زائد 6 متر زائد 4 متر، صافي هذا هو المحيط. هنحسبوه، حسبناه بالمحسبة شحال جنة؟ جنة يساوي 90 متر، 90، إذا هذا هو ماذا؟ هذا هو المحيط ديال المدرسة ديالنا، صافي المحيط ديال المدرسة يساوي 90 متر. ندوزو دابا لحساب المساحة، ب احسب مساحة الساحة، إذا ما قاليش احسب المساحة ديال المدرسة كلها، قال لي احسب المساحة ديال الساحة، والساحة عبارة هي هادي، هاي هادي الساحة، إذا هادي هي الساحة كلها. الساحة كما كتلاحظوا هي ماشي شكل اعتيادي، ماشي واحد الشكل اللي كنعرفوه، ولكن الا قسمناها على جوج غتعطينا جوج ديال الاشكال الاعتياديه. اذا الا قسمناها من هنا، من هنا غتعطينا شكل واحد هو هذا، والشكل الاثنين هو هذا. بطبيعه الحال باش نحسبوا المساحه ديال هذه الساحه خصنا نحسبوا المساحه ديال الشكل الاول زائد مساحه الشكل الثاني. نقسم اول حاجه، نقسم الشكل الى مثلا الى مضلعين، الشكل واحد، الشكل واحد عبارة عن مثلث، والشكل اثنان عبارة عن شبه منحرف، شبه المنحرف، هو شبه منحرف، عنده قاعدة كبرى هي هذه وقاعدة صغرى هي هذه. إذا نبدأ نحسب مساحة الشكل واحد، الشكل واحد غنقسمو هذه، الشكل واحد هو مثلث، ها القاعدة ديالو، ها الارتفاع ديالو، صافي؟ إذا نحسبه بهذه الطريقة، اس واحد تساوي القاعدة بي في اش في الارتفاع على اثنان، كم تساوي القاعدة؟ القاعدة هي هذه، إذا لا كانت هنا 6 متر كذلك هنا 6 متر، 6 في كم؟ في الارتفاع، الارتفاع هو هذا، كم الارتفاع؟ هو 12، 12 على اثنان، إذا 6 في 12 على اثنان، إذا اس واحد ك
كتساوي ماذا؟ كتساوي 36 متر مربع. هذه هي المساحة ديال المثلث، صافي. احنا حسبنا المساحة ديال هذا، صافي، حسبنا المساحة ديال هذا. قد ننسى المساحة ديال الشكل اثنان، نحسب مساحة الشكل اثنان. شكل اثنان عبارة عن شبه منحرف. اس كم تساوي؟ اس اثنان تساوي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في الارتفاع على اثنان. غنعوضو، شكون هي القاعدة الكبرى؟ بي، هي هذه. شحال كتساوي؟ 12 هي، زائد كم؟ القاعدة الصغرى هي هذه، شحال؟ تساوي 6، زائد 6 مضروبة في كم؟ في الارتفاع، الارتفاع ديال شبه منحرف هو هذا. إذا هنا 6 متر، هنا 6 متر، وهنا 6 متر. إذا 6 زائد 6 12 زائد 6 18، بالتالي 18 على 2. منين كنحسبوا 12 زائد 6 18، 18 في 18 على 2 كتساوي لنا اس 2 كتساوي 162 متر مربع. وبالتالي واش كملنا هنايا؟ مازال ما كملناش. اذا مساحة الساحة هي، وغنديرو اس تساوي اس 1 زائد اس 2. اس 1 كتساوي 36 متر مربع زائد 162 متر مربع. شحال كتساوي؟ كتساوي 198 متر مربع، وهي مساحة ماذا؟ مساحة الشكل، صافي؟ 198 متر مربع، صافي؟ 198 متر مربع. ندوزو الآن إلى التمرين الثاني، وهو تمرين كذلك سهل وبسيط جدا. إذا عندي أتمم بإنشاء أو إنشاء الشكل التالي ثم أستنتج. إذا نكملو الإنشاء ديال هذا الشكل. عندي A و B و C ثلاث نقاط غير مستقيمية. إذا ها هما A و B و C، ثلاثة ديال النقاط ماشي مستقيم، ماشي ما كيمروش في واحد المستقيم، صافي؟ السؤال الأول، أنشئ مستقيما دي العمودي على أبي والمارو من سي. غنشأ واحد المستقيم اسمه دي، غيكون عمودي على أبي. أولا نرسم أبي، هو نجيب واحد المسطرة. إذا عندي الكوس غنستعملو في الرسم. إذا غنرسم أولا أبي، هو عمودي على أبي. إذا غنرسم عمودي على أبي، المستقيم دي غيكون عمودي على أبي وغيمرنا من سي. إذا غنستعملو الكوس من طبيعة الحال باش نرسمو العمودي. إذا العمودي ما غيكونش هكا، غيكون هكا من طبيعة الحال. شوفوا معايا هكذا، إذا هكذا، إذا العمودي غيكون هكذا من طبيعة الحال. ثم نحاول نهبطو شي شوية باش يدوز لنا من سي. هاكا هي الزاوية القائمة، الزاوية القائمة غتكون هنا. هنا ونكملو الرسم ديال هذا المستقيم ديالنا اللي غنسميوه المستقيم د. شتي، ها هو، هاي شكلنا واحد الزاوية قائمة هنايا، ها هي زاوية قائمة. وهذا المستقيم غيتسمى شنو؟ غيتسمى د. ندوزو السؤال اثنان، انشئ مستقيما دي بريم. غنشئ دابا واحد المستقيم دي بريم الموازي لأبي، غيكون متوازي مع أبي، يعني ما غاديش يتقاطعوا أبي مع داك دي بريم، يعني غادي يكونوا مستقيمان متوازيان لا يلتقيان. ومارو من النقطة الس دائما غيمر لنا. إذا باش نرسمو الموازي، إذا هذا المستقيم بي أبي، باش نرسم موازي له خصو يكون يدوز هكا. الا داز هكا خصو يكون عمودي على 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 المستقيم دي، صافي. شوف انتبهوا معايا، خصو يكون عمودي هكا ويمر لنا من النقطه السي هكذا. غادي نحاول طول المستقيم، غادي يكون هو عمودي هنايا، وهذا يتسمى دي بريم هكذا. ا بي موازي لي هكا، متوازين هذوما، ا بي متوازي مع دي بريم. اذا السؤال الثالث، استنتج المستقيمان دي بريم و دي. شوف المستقيمان هاد دي بريم هاد دي، مالهم؟ شنو كيشكلوا لنا؟ واحد الزاويه قائمه. اذا هما مستقيمان، مستقيمان دي بريم و دي، مستقيمان قيمان متعامدان، مستقيمان متعامدان. وبعدا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص تمارين دائمه في مجال الهندسه نسبه لماده الرياضيات السادس ابتدائي. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.